اليوم سي شبيبة فرنسا من بطولة مصر أخباب رفيق بوحيل طريق البخاري في بنزار الأخباب وبزاف فيلم دونك فيلم ليستوار ديالو كيبيع على واحد السيد لاباس عليه كيجي من فرنسا كيعيش في المغرب واحد لقيته كيجي يتفيزي دونك فاش كيجي يتفيزي كيحل الزنقة دونك السيد لاباس عليه أول مرة كيلقى راسو في الزنقة كيفاش غادي يتجاوب مع داكشي هو فرانكو ماروكان ما جاش المغرب واحد 20 عام صافي كيبداو يطراولو واحد الطرائف في الكوتيديان ديالو اللي كنفهموه في الاخر علاش طرا دونك لا حنا لا الناس عارفينو بالضبط شنو طرا حتى الاخر كيتلاقى برفيق وطريق في الزنقه وكنعيشو عاوتاني واحد الاحداث اخرين شويه الرومانسيه شويه الدراما حتى صراحه كانت المساعده ديال سعيد منيولي اللي هو الديريكتور دو كاستينغ اللي كان عندنا ولي بروديكتور ديك السنه 21 عام مازال يو اول فيلم ديالي مازال ما كنعرفش كيفاش الاختيارات ديال لي زاكتور ديك الساعه كانوا كيحاولوا يقربوا لي الصوره فوالا راه كاين رفيق وطريق هاد جوج راه عندهم جوج واحد السينس اوف هيومر مبدل اللي جمعناهم سي دي تروك اللي كنت انا وسعيد ونور اللي كنا كنتناقشوا فيهم والحمد لله بعدا اللي قبلوا لينا باسكو كان جا اول اختيار زعما ما فكرناش شي ممثلين بي ولا سي لا مشينا نيشا الممثلين ا ديال رفيق وطريق هما اللي بغينا والحمد لله زعما ما قالوش لا واخا مخرجه باقا صغيره واول فيلم ديالو هذا ما قالوش كاع لا ما كاين حتى شي ما حاولوش كاع حتى يترددوا واكسبتوا وانا فرحانه حيت جو بونس كو ما كانوش ما يكون الفيلم بدل بزاف ثم تقريبا هما نص الفيلم وتشوفوهم ما تحسوا فريمون راه دي زاكتور نو با دي تو كاع ما كاينش كاع البوليتيكس في الفيلم جوست واحد السيد اللي لاباس عليه كان ساكن في فرنسا وصافي واحد لقيته كيحس بلي خصو يرجع البلاد وهاد واحد اللعيبه اللي جو بونس كاع بزاف المغاربه كيحسوا اللي ساكنين برا واحد لقيته كيقول لك انا ما كنحسش براسي مرتاح في هاد البلاد هادي ماشي ديالي بغيت نرجع لبلادي دونك علاش حنا باي باي المغرب علاش ماشي باي باي فرنسا باي باي طاليان ولا يو نو فيت هادشي اللي بغينا نحاولوا نبينوا في الفيلم باسكو السيد في بداية الفيلم الممثل كيجي من فرنسا كيجي المغرب كيعيش كيحس بيه عاد ارتاح يعني بحال قلتي الوطن ارتاح بحال قلتي عند ماما راه ديما كتكون مثلا ساكن بعيد على داركم كترتاح غير في دار والديك واخا تكون نعس فوق الداري المهم راه في دار والديك راه مرتاح وهادشي اللي بغينا نبينو اما راه ما كنفلاشو حتى واحد وكنتقد تكون باي باي اي دون نو تشيكوسلوفاكيا وصافي زعما ما كاينش شي حاجه بالضبط كونتر فرنسا طبيعه الحال فاش كتكون باقي صغير وعمرك درتي شي فيلم يعني ما كنتش دايره لي كور كاع كان يلا اول مره كنكتشف الدومين وممكن نكتشفو مع من كنكتشفو مع ممثلين كبار مع فيلم كبير غادي تشوف الفيلم غادي تشوف اللي كان فريمون فيه الامكانيات كنا كنصورو كل نهار مصورين في ديكور بشكل عندنا بزاف ديال ديكور يعني ما كانوش الفلوس كان اوطوبخود عاوتاني من الجيب ديال المنتج كنظن بلي جو بونس هادي احسن اكسبيريونس ومن موراها كتحسس براسي كتزاديت 10 سنين كان ات واز ا لايف ليسن المزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.